خافوا خافوا، الموضوع صعب أوي 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 أوي. شكرا شكرا لكل من سأل عني ودعاني، ألف شكر. أجرت الفنانة المصرية رجاء الجداوي مسحة ثالثة اليوم للكشف عن فيروس كورونا المستجد بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية لمعرفة هل تعافت منه أم لا يزال في جسدها، وجاءت نتيجة المسحة الثالثة إيجابية لفيروس كورونا. لذلك تأثرت الفنانة نفسيا بظهور نتيجة التحليل الثالثة رغم خضوعها للعلاج، وخاصة أنها تتواجد بالعزل الصحي منذ 27 يوما حتى الآن، فيما طلبت أسرتها لمحبيها بالدعاء لها، وذلك وفقا لتقارير صحفية وتصريحات خاصة لموقع اليوم السابع. وقال مصدر طبي أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت موضوعة على جهاز التنفس داخل العناية المركزة، ومعها اثنين آخرين من المرضى، ودرجة حرارتها ونسبة الأكسجين مستقرين، موضحا أن حالتها النفسية السيئة هي سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن. وتابع المصدر الطبي أن حتى لو نتيجة رجاء الجداوي جاءت سلبية من فيروس كورونا فلن تخرج في الوقت الحالي من مستشفى العزل، نظرا لمعاناتها من مشكلة في التنفس وحاجتها لجهاز التنفس بصفة مستمرة. ومنذ دخولها المستشفى أجرت الفنانة رجاء الجداوي ثلاثة تحاليل، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني بعد حقنها بمصل البلازما بيومين وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية وظهرت نتيجته قبل قليل إيجابية. ومن جانبها طلبت الفنانة أيتن عامر من الجمهور الدعاء لرجاء الجداوي عبر حسابها على انستجرام، وقالت من فضلكم ادعوا لمدام رجاء الجداوي ان ربنا يشفيها ويعافيها ويعفو عنها ويعدي الأزمة دي على خير. فيما كتبت ايضا الفنانة وفاء عامر عبر انستجرام وقالت وحشتيني قوي يا رجاء، ربنا يتم شفاكي على خير. وللذكر فقد أثيرت ضجة كبيرة بعد إعلان إصابة الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ودفعته الإصابة لنشر تعليق يوضح فيه موقفه مما يحدث، منبها إلى وجود أطباء ماتوا من المرض ولم تسلط الأضواء عليهم. ووجهت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي رسالة مؤثرة للطبيب المعالج لوالدتها بعد إصابته بالفيروس، وتسبب خبر إصابته بالفيروس في حزن عدد كبير من الأطباء والمرضى، خاصة وأنهم كانوا يلقبونه بالطبيب المقاتل. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور محمد خالد رئيس أقسام العناية المركزة بالإسماعيلية. أعتز ولله الحمد بأنني كنت من أوائل الذين لبوا النداء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، هذا الفيروس اللعين، بمستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية. كل التمنيات بالشفاء العاجل له وللفنانة رجاء الجداوي ولكل المصابين بفيروس كورونا بإذن الله. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وما تنسوش لايك للفيديو واشترك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.